في حالة اتباع الشركة لنظام المخزون المستمر وتطبيق طريقة المتوسط المتحرك. وبالتطبيق على بيانات التمرين السابق يتم حساب تكلفة مخزون آخر المدة وتكلفة البضاعة المباعة باستخدام طريقة المتوسط المتحرك على النحو التالي: في 10/8 تم شراء 5000 وحدة بتكلفة 5 ريال للوحدة بإجمالي تكلفة 25000 ريال، إذا يصبح رصيد المخازن في ذلك التاريخ عبارة عن 5000 وحدة في 5 ريال للوحدة بإجمالي تكلفة 25000 ريال. في 20/8 تم شراء 3000 وحدة بتكلفة 6 ريال للوحدة بإجمالي تكلفة 18000 ريال. في هذه اللحظة وعقب كل عملية ورود أو عقب كل عملية شراء يتم حساب السعر المتوسط. السعر المتوسط يساوي كما ذكرنا عبارة عن قيمة الموجود، قيمة الرصيد الموجود في المخازن قبل عملية الورود وقدره 25000 ريال، زائد قيمة الوارد وقدره 18000 ريال، إذن المجموع 43000 ريال، على كمية الموجود وقدرها 5000 وحدة زائد كمية الوارد وقدرها 3000 وحدة، أي إجمالي 8000 وحدة، بقسمة 43000 ريال على 8000 وحدة نحصل على السعر المتوسط ومقداره 5 ريال 375 من ألف هللة من الهلل. هذا السعر المتوسط سيظل يتم تسعير الكميات المنصرفة من المخازن بهذا السعر إلى أن ترد كمية ورود جديدة أو كمية شراء جديدة، فيتم حساب السعر المتوسط من جديد. في 22/8 تم صرف كمية أو تم بيع كمية من المخازن عبارة عن 4000 وحدة، والسؤال هنا كيف يتم تسعير هذه الكمية المنصرفة من المخازن؟ طبقا لهذه الطريقة يتم تسعيرها بالسعر المتوسط والسابق حسابه. إذن يتم حساب تسعير الكمية المنصرفة من المخازن على النحو التالي: 4000 وحدة بالسعر المتوسط للوحدة 5 ريال 375 بإجمالي تكلفة 21000 ريال و500، ويصبح الرصيد في المخازن بعد هذه العملية عبارة عن 4000 وحدة أيضا بالسعر المتوسط 5 ريال 375 بإجمالي تكلفة 21500. في 25/8 تم شراء كمية عبارة عن 4000 وحدة بتكلفة للوحدة 8 ريال بإجمالي تكلفة 32000 ريال، وهنا يجب إعادة حساب السعر المتوسط من جديد بنفس المعادلة السابقة، حيث يساوي السعر المتوسط قيمة الموجود قيمة الرصيد قبل هذه العملية وقدره 21500 زائد قيمة الوارد وقدره 32000، إذن الإجمالي 53500، على كمية الموجود وقدره 4000 وحدة زائد كمية الوارد وقدره 4000 وحدة أيضا، إذن الإجمالي 8، بقسمة 53500 ريال على 8000 وحدة نحصل على السعر المتوسط من جديد، والذي سيتم الصرف به لأي كمية بيع تالية إلى أن تأتي كمية ورود أخرى. السعر المتوسط 6 ريال و6875 ألف من 10000 من الهلل. في 27/8 تم صرف 3000 وحدة وسوف يتم تحديد تكلفتها على أساس السعر المتوسط 6 ريال و6875 بإجمالي تكلفة 20062 ريال و50 أو 5 هللة، ويصبح الرصيد في المخازن 5000 وحدة بالسعر المتوسط 6 ريال 6875 بإجمالي تكلفة 33437.5 هللة، وهو يعبر عن تكلفة مخزون آخر المدة، ويصبح تكلفة البضاعة المباعة عبارة عن 7000 وحدة بإجمالي تكلفة 41562.5 ريال و5 هللة.
وبجمع 33,437 و5 هللة وهي تعبر عن تكلفة مخزون آخر المدة مع 41,562 ألف ريال و5 هللة وهي تعبر عن تكلفة البضاعة المباعة، نصل إلى أن المجموع هو عبارة عن 75,000 ريال وهي التي تعبر عن تكلفة البضاعة المتاحة للبيع، تم تقسيمها على مخزون آخر المدة وعلى تكلفة البضاعة المتاحة للبضاعة المباعة.